شهدت مدينة الحديدة اليوم مسيرة حاشدة دعا لها شباب الثورة والحراك التهامي، المسيرة التي انطلقت من وسط المدينة ندد فيها المتظاهرون باستمرار المسلحين بسيطرتهم على العاصمة صنعاء، محذرين من مغبة استمرار تسخير ميناء الحديدة ومطارها لصالح أجندة أجنبية حد تعبيرهم، ومؤكدين أن أبناء إقليم تهامة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء العبث بالسيادة اليمنية حسب قولهم. وهي المتظاهرون الدور العربي الخليجي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني مطالبا بمواقف من شأنها حماية الشعب اليمني من الحروب والصراعات.